مرحب بحضراتكم مرة تانية. الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة ادى فرصة كبيرة للمستثمرين للنجاح في القطاع كله، وبلا شك أن معظم المشاريع اللي بتتنفذ على أرض العاصمة سواء كانت مشاريع سكنية أو إدارية أو تجارية أو ترفيهية هي مشاريع ناجحة ومستقبلها واعد. انت بتبني مدينة جديدة مخططها تكون مدينة عالمية كاملة هيسكن فيها ملايين من البشر، ومحتاج كل رملة فيها يكون فيها إنجاز. احنا هنتكلم دلوقتي عن مشروع عمل صدى كبير من وقت طرحه في السوق العقاري، بالإضافة إلى أن تم حجز جميع وحداته، وهو مشروع جي دي تاور 10. هنعرف تفاصيل أكتر من ضيوفنا في الاستوديو، الأستاذ محمد عبد الحميد مدير التسويق بشركة جي دي للتطوير العقاري، والأستاذة آية عاطف عباس مدير مبيعات شركة كي اتش ال. برحب بحضراتكم. السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. أستاذ محمد، الحقيقة يعني شركة جي دي من الشركات اللي فرضت نفسها في الفترة الأخيرة، وبدأنا نسمع الاسم ده كتير خاصة بعد نفاذ وحدات المشروع اللي يعتبر بكورة مشاريع الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة. كلمني عن فكرة التسويق لشركة زي جي دي تاور أو جي دي للتطوير العقاري، خاصة أن هي شركة تعتبر شركة جديدة في السوق، اسمها جديد بيطرح لأول مرة في مشروع ضخم في العاصمة الإدارية. فهل هذا النوع من الشركات التسويق ليه صعب ولا سهل؟ أنا يعني السؤال مجاوب نفسه، لكن الشركة ليها ثبت أعمال أعتقد، يعني يمكن العاصمة الإدارية بيع نفسها زي ما بيقولوا، لكن مؤكد أنتوا عندكم خطط للتسويق لمشروعاتكم بشكل كامل. هي الفكرة فعلا زي ما حضرتك قلتي، العاصمة الإدارية بيع نفسها والأفكار التسويقية المطروحة كتير، لكن احنا اعتمدنا في جي دي هولدنج ان احنا نبني نجاحات الفترة المقبلة على اللي سبق. فدمج اللي حصل ما بين شركة اي دي ان تاور الشركة الإماراتية مع شركة جبال في التجمع الخامس، هو ده اللي ادى زخم شوية كده للشركة ان هي تبدأ تكون موجودة وتسمع بشكل كبير في السوق. ادى زخم على مستوى ايه؟ على مستوى ضخ استثمارات؟ يعني هل تم ضخ استثمارات ساعدت الشركة ان هي تطور نفسها وتحصل على او تعمل مشروعات متعددة، ولا انه ابو ظبي الوطنية او اي دي ان باسمها هي اللي ادت الزخم ده؟ هو الزخم ناتج من الاثنين، من الطرفين، من الشركة الإماراتية اللي هي ليها حجم استثمارات كبيرة جدا وحابة ان هي تكون موجودة في السوق العقاري بشكل قوي بالذات في العاصمة الإدارية، وقامت بدراسة طبعا المشاريع الاستثمارية اللي موجودة فيها. ومن ناحية تانية شركة جبال شركة قديمة موجودة في السوق في القاهرة الجديدة في التجمع الخامس من 2010، ليها سابقة أعمال كبيرة جدا، بتفكر دايما نقدر نقول ان هي اوت اوف ذا بوكس، بره الصندوق، ان هي دايما كل الافكار والحلول التسويقيه بتاعتها مش تقليديه. قدرت ان هي تسوق المنتج العقاري المصري بره مصر، ده عن طريق ان هي تبدا تروح معارض بره مصر، سواء في دول الخليج، الامارات، السعوديه وغيرها، فقدرت ان هي تسوق المنتج دوت، وده اللي خلى اي دي ان تاور او ابو ظبي الناشونال تاور تبدا تشوف مين انجح الكيانات اللي موجوده عشان تقدر ان هي تندمج معاها وتخش. اقدر اقول لحضرتك ان هو ده اللي ادى الزخم الكبير جدا لنجاح اسم زي اسم جي دي هولدنج. بجانب ان احنا دايما برضو اعتمدنا في المنتج بتاعنا او اول منتج هنطلعه او طلعناه، فكره برضو ان انت بتفكر بره، تبدا تحط يو اس بيز او مزايا تنافسيه مختلفه عن اللي موجودين، سواء بالسعر، سواء بافكار تسويقيه، سواء بافكار بيعيه وغيرها. واعتقد ده اللي ساعدكم في ظل المنافسه الشرسه اللي انتوا بتواجهوها. يعني بالفعل عدد كبير وضخم جدا من الشركات بيشتغل دلوقتي في العاصمه الاداريه، والسوق اتفتح على مصراعيه سواء في العاصمه او خارجها، خاصه انه في هناك مدن عديده بتقام دلوقتي، فالمنافسه شرسه جدا، مش سهله جدا.
وحجم الشركات والكيانات اللي بتضخ في العاصمة الإدارية كبير. فعشان انت تكون متواجد وتقدر ان انت في خلال اسبوعين او ثلاثة تقدر تبيع جزء كبير جدا من الوحدات بتاعتك الموجودة في اول مول ليك في العاصمة، ده حالة نجاح انت قدرت ان انت تحققها عن طريق زي ما قلت لحضرتك كده، ايه الفكرة اللي انت هتقدمها، ايه المختلف اللي انت هتقدر تقدمه للسوق. ده اعتقد بيشاركوا فيه كمان الاستشاري الهندسي. بالفعل يعني مؤكد الاستشاري الهندسي يقدم فكرة. دايما الشكل الخارجي هو المراية للمطروح بشكل عام ايا كان المشروع. يعني مين الاستشاري الهندسي لهذا المشروع؟ الاستشاري الهندسي هي شركة أركان باشمهندس احمد شاكر. دي شركة ليها حجم اعمال كبير جدا وقومت كيانات كبيرة جدا وقومت مشاريع كبيرة جدا سواء في القاهرة في القاهرة الجديدة في العاصمة الإدارية. فكرة برضو ان انت بتبني النجاح بتاعك على كيانات ضخمة، كيانات كبيرة، كيانات حققت نجاحات قبل كده، وده بالزبط. ده اللي ادانا برضو زخم في نجاح المشروع. الأستاذة آية الحقيقة يعني قالوا لي ان انت اكتر حد قدرتي تبيعي وحدات في هذا المشروع. أستاذة آية انت مديرة مبيعات في احدى شركات البروكر او التسويق، وساهمتي في التسويق لمشروع جي دي تاور 10 في العاصمة الإدارية. وزي ما قلنا المشروع تقريبا تم بيع جميع وحداته يمكن قبل الطرح كمان. مظبوط. ايه اللي ساعدك في البيع في هذا المشروع؟ ازاي قدرتي تبيعي الكم الكبير من الوحدات يعني؟ اللي ساعدني دايما في البيع اول حاجة كشركة او كاسم شركة. النهاردة العميل اول حاجة بيهتم بيها او انا دوري كمستشارة عقارية، لان احنا بنتعامل مع العملاء كأن احنا مستشارين عقاريين، فانا لازم اوجهه اولا للشركة. في كام بوينت كده لازم يبقى عارف الشركة، الاعباء المالية بتاعتها، هل الشركة دي ليها سوق اعمال ولا لا. بصراحة النقط دي كلها متوفرة كويس جدا في جي دي هولد. يمكن دي اكتر حاجة ساعدتني جدا ان انا اقدر ابيع في المشروع بشكل كويس. الشركة ليها اسم كبير، انا كنت شغالة معاهم من ايام ما كانوا شغالين كمان في التجمع، سابقة اعمالهم كويسة جدا، بيبنوا طريقة محترمة جدا، الفانش كل حاجة عندهم بصراحة محترمة قوي، ان العميل النهاردة يقدر يشوف هياخد مصداقية كويس قوي. ففعلا اول حاجة كان العميل بيشوفها اول ما بيدخل الشركة ان في مصداقية، دي من ضمن اكبر العوامل اللي ساعدت ان احنا نقدر نبيع كويس قوي في المشروع. تاني حاجة زي ما الباشمهندس طرح فكرة انهم out of the box، هما فعلا بيفكروا كده دايما. يمكن هما واجهوا العصر جدا هم عاملين فكرة مش موجودة كتير في معظم المشاريع اللي حواليهم، وهي فكرة الدرايف ثرو. دي حاجة خلتهم دايما يعني في تنافس حلو بينهم قوي. خلينا نشرح للناس شوية فكرة الدرايف ثرو، ياريت تشرحيها لنا أكتر. الدرايف ثرو هم النهاردة خلوا ان معظم المحلات اللي في الدور الأرضي درايف ثرو. أنا النهاردة معلش خلينا احنا بنواجه العصر النهاردة، مفيش حد، معظم الناس بتدور ايه أسهل حاجة أنا ممكن أعملها. أسهل حاجة ان أنا عايزة كل حاجة أقدر أجيبها وأنا قاعدة في عربيتي من غير ما أتحرك وفي اسرع وقت ومن غير ما اقف في زحمه او في اي حاجه. هي فكره الدرايف ثرو اللي احنا النهارده بنشوفها زي اي مكان او اي مول، في كنتاكي، ستاربكس، اي حاجه بدخل اجيب اكلي شربي كل حاجه وانا في العربيه وفي اقل فعليا من 5 دقائق. صحيح. هم ده اللي هم فكروا فيه. ما كانوا يقدروا جدا ان هم يخلوا محلات كبيره زي ما اي مطور بيعمل هيكسبوا اكتر او يشتغلوا على البراند المعروف. بالظبط، ويشتغلوا على البراند. بس هم فكروا في فكره اللي تسهل على الناس ايه اللي تخلي هتعمل عندي ترافيك حلو جدا على المول. الحاجات دي كلها من ضمن العوامل طبعا اللي ساعدت كويس جدا ان احنا نقدر نشتغل ونبيع على المول ده كويس. لفت انتباهي انه اتكلمتي عن فكرة البروكر كمستشار عقاري. مظبوط. والحقيقة انه دي صعب تلاقيها دلوقتي، يعني قليل من الشركات اللي بتقدر تحترف هذه الحرفة الصعبة ان هي تبقى مستشارة. اغلب البروكرز بيبيع ويمشي. ده بيقول لي انه حتى انت لما بعت الجي دي هولدنج بعتي لعملائك اللي كانوا بيشتروا منهم قبل كده، مش كده؟ مظبوط. انا تقريبا بنسبه كبيره معظم العملاء بتاعتنا يعني الحمد لله معانا على مدار سنوات. بصراحه ده لو هتكلم عليه كان الفضل للاونرز اللي عندي، لان هم بقى لهم حوالي 14 سنه في السوق. انا لحد النهارده بيجي لهم عملاء من 14 سنه على اسمهم بس. ده ليه؟ من كونسبت ان هم بيتعاملوا كمستشار عقاري. انا مش فارق معايا النهارده ان انا ابيع على العميل او اقول له اي حاجه،
واي مكان وخلاص مجرد ان هي بيع وتخلص. دايما لما بكون مستشاره للعميل ده وفعلا بجيب له افضل حاجه، العميل ده بيفضل معايا على مدار السنوات كلها، بيفضل معايا هو، يمكن احنا بنقولها في مجالنا شويه، والشجره اللي تحته كلها. يعني انا العميل ده لو جبت له حاجه وفعلا حس ان هو خد حاجه قيمه مقابل سعر وخد افضل حاجه، العميل ده اي حد من خلاله، اصدقائه واهله، اي حد بيكون احنا اول حد بيكون بيرشحه مرايتكم يعني. مظبوط بالظبط كده. استاذ محمد، لو حبينا نتكلم عن خطه جي تي هولدنج في 2021. في 2021 طبعا احنا حاطينها هي سنه الانطلاقه الكبيره جدا بتاعتنا في العاصمه، عن طريق رغم الازمه. هو احنا عندنا في جبال، او الكونسبت اللي احنا كنا شغالين فيه في جبال، ان مفيش ازمه، انت اللي بتخلق السوق بتاعك وانت اللي بتقدر تحقق نجاحات فيه. 2021 بالنسبه لنا هي سنه هيتم طرح فيها سلسله مشروعات بنفس الاسم اللي هو جي دي تاور، سواء في منطقه الداون تاون في العاصمه او بره الداون تاون. كمان ان احنا حاطين في بالنا ان احنا نكون واحده من اكبر الشركات المطوره للسكني والاداري والتجاري والطبي في العاصمه، وان شاء الله ان شاء الله يعني يكون نهايه 21 هنكون طلعنا بره العاصمه كمان، رحنا حسب توجهات الدوله سواء في مدينه الجلاله، في العالمين، عن طريق المشاريع السكنيه اللي هناك. ان شاء الله. مزيد من التوفيق لجي دي هولدنج ولحضرتك استاذ محمد عبد الحميد، مدير التسويق بشركه جي دي للتطوير العقاري، واستاذه ايه عاطف عباس، مدير مبيعات في شركه كي اتش ال. بشكرك كل الشكر، بشكركم جميعا على هذا اللقاء، وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح. مشاهدينا فاصل وهرجع اكمل فقراتي معكم مره ثانيه.